حرب بدأت أوروبية وانتهت عالمية، أشعل شرارتها طالب جامعي وانتهت بصراع عنيف لأربع سنوات شاركت فيه أكثر من 70 دولة وراح ضحيتها نحو 22 مليون إنسان، ومهدت لتغييرات سياسية كبيرة وكانت وراء ثورات في دول عديدة. الحرب العالمية الأولى شو هي؟ كيف بدأت؟ وشو قصتها؟ وليش صنفت إنها من أخطر الأحداث اللي غيرت العالم؟ أصدقائي تابعوا معاي هذه القصة لأني بأخذكم في رحلة مشوقة وممتعة. الحرب العالمية الأولى ما لها سبب مباشر عن سبب حدوثها، ولكن الأغلب يقول أن السبب المباشر لنشوب الحرب العالمية الأولى هي حادثة اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فيرديناند مع زوجته من قبل طالب صربي يدعى غافرييلو برينسيب في 18 من يونيو لعام 1914، وهذا كان أثناء زيارتهم لسراييفو. ولكن الدارسين يرصدون جملة من الأسباب غير المباشرة اللي مهدت لقيام الحرب، من أبرزها توتر العلاقات الدولية في مطلع القرن العشرين بسبب توالي الأزمات مثل أزمة منطقة البلقان وتسارع الدول الأوروبية للسيطرة عليها وطرد الخلافة العثمانية أيضاً منها، فسيطرت على إثرها النمسا على البوسنة والهرسك عام 1908، واشتعلت حرب البلقان الأولى والثانية، بالإضافة إلى الصراع بين فرنسا وألمانيا وإيطاليا على النفوذ في شمال أفريقيا. أدى نمو النزعة القومية داخل أوروبا وتطلع بعض الأقليات إلى الاستقلال إلى تأزم العلاقات بين الدول، فتوترت على أثرها العلاقات الدولية عام 1913، وأيضاً كان للتنافس الاقتصادي والتجاري بين الدول الإمبريالية لاقتسام النفوذ عبر العالم أثر، والسيطرة على الأسواق لتصريف فائض الإنتاج الصناعي والمالي والتزود أيضاً بالمواد الأولية، فضلاً عن دخول الدول الإمبريالية في تحالفات سياسية وعسكرية أدت إلى سباق تسلح بين الدول المتنافسة اللي رفعت من نفقاتها العسكرية. وبعد حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وجهت النمسا إنذار لصربيا في 13 من يوليو لسنة 1914 تطلب فيه الموافقة خلال 48 ساعة على 10 مطالب، ورغم أن صربيا وافقت على معظم هذه المطالب إلا أن النمسا رفضت وأعلنت الحرب على صربيا في 18 من يوليو. بعد إعلان النمسا الحرب على صربيا بدأت آلية التحالفات الأوروبية تتفاعل، فناصرت روسيا صربيا وأعلنت الحرب على النمسا، وهذا أكيد لرغبتها في السيطرة على المضائق، وهذا غير استياءها من الأمير الألماني اللي يحكم ألبانيا والتعاون العسكري بين ألمانيا والدولة العثمانية، واللي جعل ألمانيا تعلن الحرب على روسيا في 1 أغسطس من سنة 1914 وبعدها بيومين على فرنسا. ألمانيا كانت دوافعها من الحرب رغبتها في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، أما بالنسبة لبريطانيا فأرادت أنها تقضي على التمدد الألماني والبروسي، وأعلنت بعدها الحرب على ألمانيا. وفي 6 أغسطس أعلنت الإمبراطورية النمساوية واللي هي النمسا والمجر حربها على روسيا، وتلاها إعلان فرنسا وإنجلترا الحرب على النمسا في 10 و11 من أغسطس. أدري أنكم تشتتوا، ولكن نفهم تفاصيل أكثر في سياق الحلقة. لما صار كل هذا تشكلت عندنا مجموعتين، الأولى سميت بقوات الحلفاء واللي ضمت فرنسا وبريطانيا وصربيا والجبل الأسود وبلجيكا، والثانية هي دول الوسط واللي هي مشكلة من النمسا وهنغاريا وألمانيا، وبعدها انضمت اليابان إلى الحلفاء لرغبتها في بسط نفوذها في الصين والسيطرة على منطقة شانتونغ الصينية اللي كانت تحت سيطرة ألمانيا، فالتحقت الصين إلى صف الحلفاء. إنزين، وين موقف الدولة العثمانية من كل هذا؟ نقدر نقول أن موقفهم كان الحياد أولاً، ولكن بعدها اضطرت إلى الوقوف بجانب دول الوسط دفاعاً عن حدودها المهددة من نفوذ بعض الدول من صف الحلفاء، وتوسعت التحالفات مع اتساع دائرة الحرب إما طمعاً في السيطرة أو رغبة في الاستقلال، وهني نقدر نقول إنها البداية الفعلية للحرب العالمية الأولى. قبل ما أخذكم في تفاصيل أعمق في الحرب، خلوني أخبركم عن الخسائر البشرية في هذه الحرب. تسببت الحرب في خسائر بشرية كبيرة، ولقى أكثر من 8.5 مليون جندي مصرعهم،
و20 مليون جريح، وقتل أكثر من 13 مليون مدني، وأسر أكثر من 29 مليون شخص منهم مدنيي. وتكبد الجيش الصربي خصوصاً أكبر الخسائر بخسارة 3/4 جنوده، أي تقريباً 130 ألف قتيل و135 ألف جريح. ورملت الحرب 3 ملايين امرأة ويتمت 6 ملايين طفل. متخيلين الأرقام المخيفة؟ نرجع معاكم للحرب. دامت الحرب أكثر من 4 سنوات، تحولت خلالها من حرب أوروبية إلى حرب عالمية، وشهدت الحرب الأوروبية فترتين. عرفت الأولى بحرب الحركة والثانية بحرب الخنادق، وأخذت الحرب طابع الثبات في المواقع، وقامت الجيوش المتقابلة على الجبهات بحفر الخنادق وتحصينها وتجهيزها، واستخدمت أسلحة جديدة مثل الدبابات والطائرات. بدأت الحملة الأولى في الجبهة الغربية بعد أن استطاعت ألمانيا احتلال بروكسل عاصمة بلجيكا، وهذا مكنها من احتلال الجزء الشمالي من فرنسا، ولكن سرعان ما انقلبت الموازين في معركة المارن، وأوقفت فرنسا التمدد الألماني، وتحول الألمان من وضع الهجوم إلى الدفاع في حرب الخنادق مع الحدود السويسرية، واستطاع الألمان اللي كانوا حلف الوسط تحقيق عدد من الانتصارات على الحلفاء، فباستعمال الغواصات ساهم بقلب الموازين، فألحقوا الهزيمة في الروس في معركة جورلي ستارناو، واحتلوا بولندا ومعظم مدن ليتوانيا، وحاولوا أيضا قطع خطوط الاتصال بين الجيوش الروسية وقواعدها، وهذا كان للقضاء عليها. وفي نفس الوقت، بالرغم أن الروس حققوا بعض الانتصارات الجزئية على الألمان، فإن خسائرهم كانت باهظة، واللي هم حوالي 325 ألف أسير، ما سمحت لجيشهم باسترداد قوته، وأدى نجاح الألماني على الروس إلى أخضاع البلقان. وعبرت القوات النمساوية والألمانية نهر الدانوب لقتال الصرب، وبالفعل هزموهم هزيمة قاسية، واستطاع الألمان في نفس العام تحقيق انتصارات واضحة على بعض الجبهات، وبقيت جبهتهم متماسكة قدام هجمات الجيشين الفرنسي والبريطاني. دخول العثمانيين للحرب كان له تأثير كبير في الحرب، وهذا لتحكمها في مضيقي الدردنيل والبوسفور، وأغلقتهم أمام إمداد روسيا من قبل فرنسا وإنجلترا. فردت دول الحلفاء في سنة 1915 بحملة الدرناديل للسيطرة على هذه المضائق، ولكنها انهزمت وانضرت للانسحاب نهاية 1915، وأعلنت حصار بحري على شواطئ الشام، وتسببت بزيادة سوء الوضع الاقتصادي. هذا غير أنه وقع صدام بين الدولة العثمانية والوجود البريطاني لطرد الإنجليز من المنطقة العربية، ولكن الإنجليز تمكنوا في النهاية من أحكام قبضتهم على قناة السويس واحتلال بغداد، وأحبطوا الثورات اللي اندلعت في مصر وليبيا وأيضاً اليمن. في عام 1916 صارت الكثير من الأحداث وانقلبت الكثير من الموازين، فظهرت الدبابة لأول مرة في معركتي فردان اللي دامت 7 أشهر، ومعركة السوم اللي استمرت 4 أشهر، واللي جروا على أرض فرنسا وأجبرت ألمانيا على التقهقر، وقضي على جيشها المدرب عشان تعتمد على المجندين من صغار السن. تميز عام 1916 بحرب الغواصات اللي كانت أحد نتائجها دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الحرب. فخلال هذا العام وقعت حرب في بحر الشمال بين الأسطولين الألماني والإنجليزي، عرفت باسم جاتلاند، وأيضاً لجأ الألمان إلى محاولة إغراق أي سفينة تجارية لتجويع بريطانيا وإجبارها على الاستسلام، وكان من بين السفن اللي تم إغراقها عدد من السفن الأمريكية، الأمر اللي دفع الولايات المتحدة إلى الدخول في الحرب إلى جانب دول الوفاق. زين، منو باقي ما دخل الحرب؟ يلا أنا بشل أغراضي بعد وأدخل الحرب. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قبل دخولها الحرب تعتنق مذهب المورو، واللي يقوم على حياد أمريكا في سياستها الخارجية عن أوروبا، وعدم السماح لأي دولة أوروبية بالتدخل في الشؤون الأمريكية. ولكن خوف الولايات المتحدة من تحالف المكسيك مع ألمانيا لاسترجاع أراضيها جعل الكونغرس الأمريكي يوافق على دخول الحرب، وفي نفس الوقت استفاد الألمان من نجاح الثورة البلشيفية في روسيا في سنة 1917 وتوقيع البلاشفة اتفاقية صلح بريست ليتوفسك اللي خرجت بموجبها روسيا من الحرب، وشجع خروج روسيا أيضا من الحرب القيادة الألمانية على الاستفادة من قواتها اللي كانت على الجبهة الروسية وتوجيهها لقتال الإنجليز والفرنسيين. فاستطاع الألمان تحطيم الجيش البريطاني
وتوالت معارك الجانبين العنيفة اللي تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والأموال. وفي المقابل استفاد الحلفاء من الإمكانات والإمدادات الأمريكية الهائلة في تقوية مجهودهم الحربي، واستطاعوا تضييق الحصار على ألمانيا على نحو أدى إلى إضعافها. فبحلول صيف عام 1918 كان يتم إرسال 10,000 جندي يومياً إلى فرنسا، وأرسلت الولايات المتحدة سفينة حربية إلى منطقة مياه سكوبا فلو لتنضم لأسطول مدمرة جراند البريطانية للمساعدة في حراسة القوافل، وأرسلت أيضاً عدة أفواج من قوات مشاة البحرية الأمريكية إلى فرنسا. وفي محاولة لمنع استفادة الحلفاء من دخول أمريكا الحرب، قامت ألمانيا بهجوم الربيع 1918 على امتداد الجبهة الغربية، وعملت على تقسيم القوات البريطانية والفرنسية، وكانت تأمل في إنهاء حربها قبل وصول القوات الأمريكية اللي كان عندها عدد كبير من الجنود. قام الحلفاء بهجوم مضاد في معركة آميان اللي مهدت لهجوم 100 يوم، وشاركت أكثر من 400 دبابة و120 ألف من قوات الحلفاء، ووقعت عدة معارك منها معركة ألبرت ومعركة أراس الثانية، واللي تضمنت أيضا معركة سكار وأيضا معركة خط دروكوت، وهذا اللي أجبر ألمانيا على التراجع والهدوء وطلب الهدنة. فبعد 4 سنوات من المعارك والقتال، عانت الأطراف المتحاربة من الخسائر البشرية المرتفعة في صفوف الجنود، وتراجع كبير في كمية العتاد العسكري خاصة بالنسبة إلى الألمان. وخلال صيف وخريف عام 1918 عرفت الهجمات الألمانية فشل ذريع، وانتهت بسقوط أعداد كبيرة من القتلى، فأجبروا على التراجع بشكل واضح تحت وطأة النجاحات العسكرية البريطانية والفرنسية أيضا، واضمحلت أمال قيادة الجيش الألماني في تحقيق النصر عقب تدخل الجيش الأمريكي بكامل ثقله في الحرب، حيث كان الجميع حينها على دراية مطلقة بقدرة الأمريكيين على إرسال أعداد كبيرة من الجنود الجدد مقارنة بألمانيا اللي استنزفت كامل طاقاتها طيلة السنوات الماضية. وعلى الرغم من انهيار المعنويات الألمانية والاضطرابات السياسية اللي عرفتها البلاد في سنة نوفمبر 1918، اعتبر خيار غزو ألمانيا مرفوضاً بالنسبة للحلفاء، حيث تطلب الأمر كميات هائلة من المعدات العسكرية والمزيد من الجنود، خاصة بسبب بعد الطريق بين باريس والعاصمة الألمانية برلين اللي تواجدت في الشمال الشرقي للبلاد. وأمام هذا الوضع ما مانع الحلفاء في إنهاء النزاع مقابل فرض شروطهم على طاولة المفاوضات، فباشر الألمان بالبحث عن مخرج لإنهاء الحرب، فراسلوا الرئيس الأمريكي وودرو وولسون بحثاً عن وقف لإطلاق النار، وجنبوا مراسلة الفرنسيين والبريطانيين خوفاً من إذلالهم. ومع فشلهم في الحصول على رد إيجابي من الأمريكي، وجه الألمان رسالة راديو للمارشال الفرنسي فرديناند فوش قائد قوات الحلفاء، عارضين عليه وقف إطلاق النار وإرسال بعثة دبلوماسية لمناقشة هدنة. وبعد مضي 45 دقيقة من تلقيه لهذه الرسالة، وافق المارشال فوش على قبول الوفد الألماني، رافضاً في المقابل وقف إطلاق النار. في حدود الساعة 8 المساء مرت 3 سيارات ألمانية حملت الراية البيضاء معها، ومرت بحذر عبر مناطق مليئة في الحفر اللي خلفها القصف على مدار 4 سنوات. وبعد سفرة متعبة، أجبر الوفد الألماني على ركوب سيارات فرنسية قبل أن يمتطوا القطار اللي قادهم صبيحة اليوم التالي نحو غابة كومبين للقاء المارشال فوش وبقية وفد الحلفاء. ومع بداية المحادثات، صدم الوفد الألماني اللي زعمه السياسي ماتياس أرزبيرجر من بنود وشروط الحلفاء اللي تلاها عليهم الجنرال الفرنسي ماكسيم ويغاند. فإضافة لمطالبتهم بالانسحاب الفوري من الأراضي الفرنسية والبلجيكية، سعى الحلفاء لتجريد ألمانيا من قوتها العسكرية، فطالبوها مؤقتاً بتسليم جانب من ترسانة أسلحتها. وبموجب هالشيء واجه الألمان ضغط كبير، حيث كانوا مجبرين على تقديم 5,000 قطعة مدفعية و25,000 رشاش و1,700 طائرة، إضافة لنسبة كبيرة من مكونات برنامج سككها الحديدية. خلال ساعات الصباح الأولى ليوم 11 نوفمبر في سنة 1918، التقى أرزبيرجر لآخر مرة بالمارشال الفرنسي فوش، وطالبه بتليين الشروط شوي قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وهو الأمر اللي وافق عليه في الأخير، وسمح للألمان بالحفاظ على جزء من أسلحتهم. وفي النهاية وقع الطرفين على اتفاق الهدنة، واللي دخل رسمياً حيز التنفيذ في حدود الساعة 11 صباحاً، منهياً بهذا التوقيع 4 سنوات من القتال. وفي النهاية وقع الطرفين على اتفاق الهدنة،
واللي دخل رسمياً حيز التنفيذ في حدود الساعة 11 صباحاً، منهياً بذلك 4 سنوات من القتال. ولكن يا صديقي، في نفس الوقت الحرب العالمية الأولى تركت الكثير من النتائج والخلافات والآثار السياسية والاجتماعية والدبلوماسية والطبية والكثير منها، فخلوني أخبركم عنها. نبدأ بالنتائج الاجتماعية اللي خلفتها الحرب العالمية الأولى. فشجعت الحرب الفئات الفقيرة والأقليات في أوروبا على الطلب بحقوقها، واللي كانت تضطهد من الطبقات الأرستقراطية، وساعدت في دعم مطالبهم بالمساواة مع الطبقات الغنية والانتفاض ضدهم، وكانت أيضا السبب الرئيسي في اندثار النظام الحاكم في اللوردات والبارونات ومواجهتهم لتحديات جديدة. وكان أيضا للنتائج التكنولوجية دور، فقدمت الحرب العالمية الأولى دفعة قوية للمجال التكنولوجي، وأوجدت الحاجة للتطور السريع في هذا المجال، بينما كانت غالبية المدن الأوروبية تعتمد على العربة والحصان للنقل خلال الحرب العالمية الأولى، وخضعت للعديد من التطورات السريعة في مجال البنية التحتية والمركبات والنقل الجوي، بالإضافة إلى الاختراعات التكنولوجية اللي ظهرت في المجالات الأخرى. والحرب العالمية الأولى كان لها تأثير كبير على المجال الطبي أيضا، فدفعت الإصابات والتشوهات اللي نتجت عن الحرب العالمية الأولى إلى تطوير المجال الطبي، حيث ظهرت بنوك الدم وتم تطوير العديد من الطرق لعلاج التشوهات مثل الطعوم الجلدية، بالإضافة إلى البدء في استخدام مفهوم الصدمة النفسية والضغط النفسي كأعراض شائعة للعديد من الإصابات الجسدية اللي وقعت خلال الحرب. وخلفت الحرب أيضاً عدة نتائج سياسية كبيرة، فكانت سبب في تغيير شكل أوروبا والعالم حالياً. عقد مؤتمر الصلح في فورساي في مطلع العام 1919 بحضور مندوبي 32 دولة، وحضر مندوبو الدول المهزومة للاستماع للشروط اللي صدرت بحقهم، بينما وقعت المعاهدة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة فقط، بناء على معاهدة الصلح اللي وقعتها ألمانيا في سنة 1919، قسمت جزء من أراضيها ووزعت على الدول المجاورة، وحملت مسؤولية أضرار الحرب، وتبعتها النمسا بتوقيع معاهدة سانت جيرمان اللي فصلت هنغاريا عنها، وثم وقعت النمسا معاهدة مع بلغاريا ومع هنغاريا وسميت بمعاهدة تريانون، كما وقعت الدولة العثمانية أيضا معاهدة سيفر في عام 1920 واللي اعترض عليها العثمانيين، فاستبدلت بعدها بمعاهدة لوزان في سنة 1923، وبقيت حدود تركيا ضمن إسطنبول وجزء من الأناضول. خلفت الحرب خسائر اقتصادية كبيرة، فانتشر الفقر والبطالة، وعانت الدول المتحاربة من أزمة مالية خانقة بسبب نفقات الحرب الباهظة، فازدادت مديونية الدول الأوروبية وتراجعت هيمنتها الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وتغيرت خريطة أوروبا بعد الحرب، فتفككت الأنظمة الإمبراطورية القديمة وسقطت الأسر الحاكمة، وتغيرت الحدود الترابية للقارة الأوروبية بظهور دول جديدة، وقامت الثورة الروسية اللي طبقت أول نظام اشتراكي في إطار الاتحاد السوفيتي. خلفت أيضاً الحرب العالمية الأولى نتائج على العرب، فانضمت الخلافة العثمانية إلى دول المركز في هذه الحرب، فمثل هالشيء بداية النهاية للتاريخ العثماني، ووضعت هزيمة ألمانيا ومعها الدولة العثمانية مصير المشرق العربي في أيدي بريطانيا وفرنسا. فكان الشريف الحسين بن علي شريف مكة يحلم بإنشاء دولة عربية كبرى، وكانت علاقتها بالخلافة العثمانية سيئة جداً، وكانت بريطانيا حريصة على اجتذاب العرب إلى جانبها، فدخلت في مفاوضات سرية معه، وتم تبادل رسائل بينه وبين السير هيري ماكماهون مندوب بريطانيا في مصر والسودان. تعهدت بريطانيا بإعطائه دولة عربية كبرى، فدخل الحرب إلى جانبها معلناً بما عرف بالثورة العربية ضد العثمانيين، بمشاركة ضابط الاستخبارات البريطاني لورنس الشهير بلورنس العرب. واستطاعت الحركة السيطرة على الحجاز بمساعدة الإنجليز، وتقدم ابنه فيصل نحو الشام، فوصل إلى دمشق بعد خروج العثمانيين، وأعلن فيها قيام الحكومة العربية الموالية لوالده اللي كان قد أعلن نفسه ملك على العرب، غير أن الحلفاء ما اعترفوا فيه إلا ملك على الحجاز وشرق الأردن. وعلى الرغم من وعود بريطانيا للعرب، أجريت مفاوضات واتفاقيات سرية مع فرنسا وروسيا، تم بموجبها اختصام الدولة العثمانية بما فيها البلاد العربية، وبعدها انفردت بريطانيا وفرنسا في اتفاقية سرية عرفت باتفاقية سايكس بيكو، نسبة إلى كل من المندوب البريطاني مارك سايكس والمندوب الفرنسي فرانسوا جورج بيكو. وبموجب هذه الاتفاقية اللي فضح أمرها بعد الثورة البلشفية في روسيا، اتقاسمت فرنسا وبريطانيا البلدان العربية
وأخضعت كل مناطقها للاستعمار تحت اسم الانتداب. وفي نفس السنة أعلنت بريطانيا وعدها لزعماء الصهاينة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، فيما عرف بعدها بوعد بلفور الصادر في سنة 1917. كانت هذه قصة الحرب العالمية الأولى، الحرب اللي غيرت من شكل العالم على مدار سنين عديدة، واللي دامت إلى 4 سنوات من الموت والدمار والمآسي والحزن، ولكنها ساهمت في تغيير شكل العالم وظهور أشياء جديدة. والحين خبرونا، هل سمعتم عن قصة هذه الحرب من قبل أو لا؟